ليه الاخراج؟ يعني يور دوينج جريت، يعني زي ما بنقول يعني انت الحمد لله اون توب، عامل يعني فنان نجم سينما دراما هنتكلم عليها بعد قليل، ولكن يعني ليه الاخراج؟ اشمعنى الاخراج؟ حلم، هوايه، ايه؟ هو طبعا حوايه، هي فكره كنت حابب اقوم بها من فتره طويله، لكن طبعا كنت مستني القصه المناسبه، المشروع المناسب، وطبعا التوقيت المناسب. حاسس الان بعد تجربه طويله في التمثيل اني حاضر ان شاء الله باش نقوم بهذه التجربه، خصوصا انه يعني السيناريو موجود، القصه موجوده. لما لا في الاخر؟ لما لا؟ لانه التمثيل طبعا انا يعني غرامي ونحب التمثيل جدا، لكن ايضا انك تقوم بعمل كمخرج، تكون عندك رؤيه لكل العمل، لكل الشخصيات، تناول القصه، كيفيه طرح القصه، فهذا طبعا ممثل انت دائما علاقتك بالدور تبع، ودائما تبع يعني وجهه نظر الكاتب، وجهه نظر المخرج، لكن كمخرج لازم انت تاخذ قرارات شامله لكل الاشياء اللي تخص الفيلم. وهذه تجربه حبيت نخوضها لانه عندي احساس قوي بالنسبه للقصه هذه اللي نحب نتولها في خطوه، وما كانت يعني تعطيك انك تتناول الموضوع بالطريقه اللي تحب او اللي حتى الانسب لهذا العمل. طيب يعني غدوة هو فيلم تونسي، بطولتك انت ايضا، ولا يعني انت هتكون امام الكاميرا وخلف الكاميرا، ولا فقط بس خلف الكاميرا؟ امام، الاثنين يعني. يعني خلي بالك دول قلائل جدا اللي عملوا القصة دي، يعني مثلا الكبير يوسف شاهين هو اللي كان بيبقى امام الكاميرا وخلف الكاميرا، فيعني دي تجربة مهمة. اكيد. تجربة مهمة جدا، لكن أهم شيء أظن هو التحضير والموضوعية في التعامل بين دور المخرج وبين دور الممثل، وفقط. هي تجربة طبعا مش سهلة، فيها تحدي، لكن لازم يكون طموح ويحاول يجرب أشياء. وأهم شيء أظن كمخرج ولا كممثل أنك تكون معاك فريق اللي كلهم مؤمنين بالفكرة، اللي كلهم عندهم نفس الشغف ونفس الطموح، وهو عمل جميل. المخرج لوحده ما نجمش ينجح إذا كان الفريق مش معاه، مثل الممثل لوحده ما نجمش لو مش معاه فريق كامل. مين فأنا الفريق يا حاسس ظافر؟ مين الفريق اللي معاك؟ حتى لو ممثلين احنا ما نعرفهمش في مصر يعني، ولكن مين الفريق اللي معاك؟ الفريق مثلا نجلة ربيب سرايري، يعني غانم زريلي، كل ممثلين التوانسه بصراحه اللي هم مهمين جدا في كل يعني ديبارتمنت. هناك يعني ناس عندها اسماء كبيره في تونس، مصر معايا مدير كبير في الكتابه. انا طبعا القصه كانت قصتي، لا الخط قطع، قلت لي من مصر عن معاك مين؟ من مصر معايا احمد يوسف ده مدير تصوير، اوكي. وانا الكتابه يعني الكتابه كانت قصتي، لكن تشاركني في الكتابه احمد عامر ايضا من مصر، وباقي الفريق كله تونسي، فيه العديد يعني من يعني ناس مهمه في تونس. فالحمد لله يعني انا حاسس انه معايا يعني فريق يعني حلو جدا، وهذا مهم جدا لاي عمل اللي نعتبره انا هو عمل لازم يكون جماعي، ما حتى حد ينجم ينجح لوحده يعني.